قام فريق المحافظة الجنوبية الميداني بزيارة تفقدية لمنطقة مدينة عيسى، وذلك ضمن جهود المحافظة الجنوبية للاطلاع على أبرز احتياجات المواطنين الخدمية والتنموية بحضور عدد من أهالي مدينة عيسى. وخلال الزيارة قام فريق المحافظة الجنوبية الميداني بمتابعة أبرز الخدمات التي تلبي احتياجات أهالي منطقة مدينة عيسى من الناحية الخدمية والاجتماعية والتنموية، كما تم متابعة مشاريع البنية التحتية ومشاريع الطرق الداخلية، بالإضافة إلى صيانة المرافق العامة لتوفير أفضل الخدمات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبلدية المنطقة الجنوبية.